وصلنا لفقرتنا الصحية. بيعتبر مرض السكري من الأمراض المنتشرة بالعالم، ويعتبر وضع مريض السكري خاصة في شهر رمضان. فما هي القواعد والخطوط الاسترشادية لكي يتمكن مريض السكري من الصيام بدون مشاكل صحية ويتمتع بصيام آمن طوال شهر رمضان؟ ليا، بيتبادر لذهن مريض السكري بعض الأسئلة المهمة عن الصيام وكيفية تجنب حدوث المشكلات أثناء الصيام واستفسارات أخرى رح نتناقش فيها مع الدكتور زياد زودة، استشاري في مرض السكري وغدد الصوم. يسعد صباحك. صباح رمضان الخير. كريم ينعاد رمضان عليك. كريم ينعاد عليكم وعلى كل من عم يشوفنا على قناة الإخبارية اللي بنحبها كثير. أهلا وسهلا دكتور، الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. دكتور، بالبداية خلينا نحكي عن مرضى السكري والمشاكل في شهر رمضان يلي بيعانوا منها. ليا، نحن بدنا نرجع نذكر كل المشاهدين انه في عنا نوعين من السكري. عنا السكري اللي بيجي على كبر واللي بيتعالج بالحب، وعنا السكري الشبابي اللي بيتعالج بالانسولين. هلا خلينا نحن نركز على السكري الكهلي اللي بيجي على كبر واللي هو شائع اكثر. هلا موضوع الصيام، الحقيقه الطبيب مع المصاب بالسكري بيتناقشوا فيه مع بعض، بده يكون السكري مضبوط لحتى نقدر نصوم، لأن إحنا ما عنا كمية إنسولين كافية، وإذا نحن ضلينا فترة طويلة بلا أكل، وخصة رمضان شهر الفضيل عم يجي الصيف والنهار كتير طويل، عم نضل فترة طويلة ما عم ناكل، نجي وقت الإفطار عم ناكل وجبة كبيرة، يرتفع السكر بشكل كتير كبير. كتير مهم إنه نحن نعدد وجبات الطعام، ما ناكل عند وجبة الإفطار وجبة كبيرة ونضل بعدين فترة طويلة بلا أكل. مهم نعدد وجبات الطعام ونراقب تحليل السكر، ما بيفطر فينا حتى بأثناء النهار، لأننا نخاف كمان في بعض الأدوية ليا عمرها طويل ونخاف تساوي هبوط بالنهار، لازم نعمل مراقبة بأثناء الصيام نتأكد أنه السكر ما ينزل نقول عن 90 ميلي جرام. هي كتير شغلة مهمة، ومثل ما قلنا انه وقت يصير وقت الافطار نبدا بشيء خفيف، بسلطات، بشوربات، وبعدين يعني ناخذ الوجبه الرئيسيه والفواكه ناجلها شوي لها، وناخذ حوالي 3 وجبات يعني بين الافطار وبين السحور. نقسمهم. دكتور، بدنا ننوه لمشاهدينا انه في ارقام اسفل الشاشه لاي استفسار بيحبوا يسالوك عنه. خلينا نحكي، ايمت فينا نقول لمريض السكري ما فيك تصوم؟ يعني شو هي الحالات اللي بتمنعه عن الصيام؟ نور، الحقيقه كثير مهم نشوف وظائف الكليه والكبد، بوله والكرياتينين والاس جي بي تي تكونوا ضمن الحدود الطبيعيه، لانه نحن كل الادويه بتتصفى وبتنطرح من الجسم عن طريق الكليه والكبد. اذا عندنا مشكله كبديه او كلويه هي ممنوع الصيام. الشغله الثانيه بده يكون السكر ضابط حتى قبل الشهر الفضيل، لانه بيقولوا لي دكتور انا ما عم باكل ومع هيك السكر عم يطلع. نحن بنعرف انه اذا حطينا مثلا معلقه سكر لكاسه مي بتدوب، حطينا معلقتين بدوب، حطينا 4 معالق ما بدوبوا، بدنا نضطر نمدد بالمي. شو معناتها؟ المريض المعوز عن الشهر الفضيل بيشرب مي، ببول زياده، بصير يعدل، لانه شغله ما منيحه، بس انه بصير في معوضه. باثناء الشهر الفضيل ما عم يشرب، معناتها عم يتعرى او السكر عم يتركز اكثر بالدم وعم يعمل مشاكل كثير مهمه. وياما عم نشوف حماض، يعني ندخل بحالات صعبه بسميها الحماض الخلوني، لانه وقت ما بيكون سكر عالي ما في عندنا كميه انسولين بيتحول لحمض اسمه حمض الخلون، وله مشاكل كبيره، بصير بيتنفس بسرعه حتى يعاود يطرح الحمض الخلون عن طريق الجهاز التنفسي، بيصير في ريحة تمه مثل ريحة الغرفة، مثل ريحة التفاحة يلي معفنة، بيصير في عنا مشاكل تجفاف، تغيم على الوعي. هي كلها بتقلنا انه نحن ما لازم، يعني اذا عم نلاقي ارقام سكرنا عالية لازم نراجع طبيبنا ولازم نفتأز، بصير عندنا نقص سكر. بس بتلاقي في اصرار يعني من المرضى انه رغم حالتهم الصحية بيصروا انه يصوموا. طب في عندك حالة صحية، يعني هذا فينا نقول عدم وعي ولا قلة ثقافة؟ حرج، يعني رب العالمين ما بده يعني انه شو ما صار لازم نصوم
بغض النظر عن كل المشاكل. يعني اجاني من كام يوم انا رجال كبير بالعمر وضعه ما بيسمح له، قلت له ما بيسمح لك وضعك يصوم، صاروا اولاده يدقوا لي ثاني وعم يبكي دكتور لانه بده يصوم. يعني نحن بدنا نفهم شو معنى الصيام وليش بنصوم. يعني ما انه والله شو ما كان، يعني طبيبنا دائما هو الاقرب لنا، هو بيقول لنا انه نقدر نصوم ولا لا. صحيح صحيح دكتور. بعدين السكري اللي الشبابي اللي عم ياخذوا انسولين، خصوصا الانسولين المختلط، ما بيقدروا يصوموا لانه بدهم يعددون وجبات الطعام كثير وما راح يقدروا يصوموا الا اذا عم ياخذوا المماثلات اللي احنا نسميها الانسولينات الحديثه، الانالوج باللغه الاجنبيه. في نوع مديدي بيتاخذ مره ب 24 ساعه ونوع السريع بكل وجبه من الوجبات، ممكن نسمح لهم اذا ارقام السكر عم تكون مقبوله. نعم دكتور، شو هي العادات الصحيه الصحيحه لمرضى السكري اللي بيصوموا؟ يعني نبلش بعد الفطور مثلا اذا لازم يتبعوا غير النظام الغذائي الصحي الصحيح، كمان انه نوع من الرياضه او انه يكون يمكن مو متاح لهم مثل مو متاح لغيرهم. هلا الرياضه ليها كثير السكري، مثل ما هي منيحة لكل العالم، لمريض السكري بشكل خاص بتساعده أكثر، لأنه بتساعد الأنسولين يشتغل أكثر، لأنه أكثر بيكون في مقاومة لعمل الأنسولين، بتنزل المقاومة وبتنزل أرقام السكر. هلا نحن بنقول لهم إنه مو بالنهار أثناء الصيام بعد الإفطار، يعني المساء عم يصير طقس بارد كمان، نعمل نص ساعة مشي على المقلي، كثير بتساعدنا الرياضة حتى تنزل. يعني الرياضه بتساعد انه اللي حابب يصوم يصوم بمرضى السكر يصوم طبعًا بشكل طبعًا صحيح. لانه نحن خاصة بعد الاكل والحركه بتساعد انه تنزل ارقام السكر. الانسولين بصير بيشتغل بشكل افضل مع الرياضه وكثير منصوح فيها بشكل عام وبكل الاوقات. بقى بالشهر الفضيل لسه اكثر، انه نحن كل النهار عم نكون بلا اكل، عم يجي وجبه الافطار، كثير مهم انه نعمل حركه بعد ال لو قال له نص ساعه مشي يوميا بعد بعد الافطار، يعني بين الافطار وبين صلاه التراويح وال نعم. طيب دكتور خلينا نحكي عن الاجراءات الاسعافيه اللي ممكن ناخذها اذا صاب مريض السكري او اصابه خلال الصيام هبوط او ارتفاع بالسكر. النور اذا صار في عندنا هبوط، مثل ما قلنا نحن تحليل السكر يعني الجهاز المنزلي كثير ضروري يكون موجود بكل بيت، في عندنا اجهزه كثير دقيقه وفيها لها مصداقيه وعالميا منصوح فيها، لانه هو معرض خلال فتره الصيام ممكن يصير معه يا انخفاض يا ارتفاع. طبعا عشان هيك الجهاز مثل ما قلنا ضروري يكون موجود بالبيت، وتحليل السكر ما بيفطر. بدنا نراقبه، ما بدنا ننتظر حتى تصير معنا اعراض. اذا لقينا السكر عم ينزل تحت 80 ملي جرام لازم نفطر. اذا لقينا نحن عم نتعرق زياده، عم نرجف، عم يصير معنا طرقات القلب عم تزيد، هي كلها علامات هبوط سكر. نعم. كمان لازم نفطر. اذا حسينا تنفسنا عم بيتسرع، حسينا حالنا ما لنا مرتاحين، كلها هي كمان بدنا نقيس السكر. اذا لقينا السكر مرتفع كمان لازم نبلش نشرب مي، نراجع يعني نتصل بطبيبنا بمراكز اسعافيه حتى نعطي اوقات سوائل عن طريق يعني مصل عن طريق الوريد، حتى كمان بيصير في خلل بالشوارد، هي كلها بتقلنا انه لازم نوقف الصيام. نعم اكيد. ارجع ذكر المشاهدين انه لكل حدا عنده اي استفسار للدكتور زياد عن مرض السكري فيه يتواصل معنا عبر الارقام يلي ظاهره على الشاشه. وخلينا نستقبل اول اتصال. عليا مرحبا، صباح الخير. الو صباح الخير، رمضان كريم. رمضان كريم، اهلا وسهلا، تفضلي عندك اي استفسار للدكتور؟ الدكتور معك. بتريده انا بدي اسال الدكتور انه انا زوجي معه السكري بس هو دائما بيصوم ومصر انه هو يصوم برمضان، كيف بيقدر يتعامل مع الادويه خلال هالشهر مع ادويته تتعلق بمرضى السكري؟ معلش ترجعي تعيدي لنا بس السؤال لانه صوتك شوي بعيد. عليا هي كانت عم تقول بدي اسال الدكتور انه كيف بيقدر مريض السكري يتعامل مع ادويته وبيقدر ياخذها بشكل منظم خلال شهر رمضان. نعم تماما، شكرا كثير لك، خليكي معنا، الدكتور رح يجاوبك. تفضل. هلا السؤال كثير مهم من عليا الحقيقه. نحن في عندنا ادويه بتتاخذ قبل الطعام، كثير مهم
التوقيت، والله انا ما باخذ امسك عندي اربع خمس حبات صفهم فلسفه. في عندنا ادويه بتتاخذ قبل الطعام، في عندنا ادويه بتاخذ مع الطعام، في عندنا ادويه بتاخذ بعد الطعام. هلا يلي بتاخذ قبل الطعام ناخذها وقت يصير موعد الاذان المغرب، ناخذ الادويه بتاخذ قبل الطعام، ومع الطعام ناخذها مع الطعام، وبعد الافطار مباشره. مثل ما قلنا يفضل انه نعدد وجبات الطعام وناخذ الادويه بتاخذ مع الطعام وبعد الطعام. نعم. بعد كل وجبه من الوجبات. في عندنا اوقات بيكون حبتين او ثلاث حبات، بدنا ناخذهم حبه بعد الافطار، حبه بعد وجبه ثانيه 12 بالليل، وحبه بعد السحور. وكثير مهم يكون في عندنا وجبه السحور. في ناس انه بيقولوا خلص هي الشغله غلط، لانه كثير بدها تساعدنا وجبه السحور لحتى. طب شو هي الشيء الصح لازم ياخذوه على السحور كرمال هيك تقيتهم شوي؟ كثير مهم ليا السلطات، الشوربات، العصير البندوره الطازج. نحن نمتنع وقت الافطار عن العصائر الطبيعيه. هلا كثير بالشهر الفضيل بيحبوا العصائر، نحن بنقول لهم خذوا عصير برتقاله واحده ومددوها بالمي بدون سكر، بتعطي طعمه طيبه وبتغنينا، بتكون محطوطه بالبراد بتساعدنا، ما بترفع السكر. نعم. بشكل كبير. يمكن العصائر الطبيعيه هي افضل حل بعيدا عن العصائر الاخرى لمرض السكري. نور حتى العصائر الطبيعيه اذا اخذناها اخذنا عصير تمدد، اذا ممدده، لانه اذا اخذنا عصرنا مثلا كبايه برتقال بدنا نعصر اربع خمس برتقالات بيطلع كميه كبيره. صحيح. معنا اتصال ثاني دكتور زياد من ام زياد من الشام. صباح الخير. صباح الخير. الو. صباح الخير الدكتور. صباح النور. بس بدنا نطلب منك توطي شوي صوت التلفزيون. يلا يلا بعد اذنك. يلا يلا. الو. تفضلي معك الدكتور. الو. تفضلي ام زياد. يلا. دكتور زياد معك، تفضلي. شكرا لك. اهلا وسهلا. الو. عم بسمعك، تفضلي. صباح الخير دكتور. صباح الفل. صباح الخير دكتور. صباح الفل والياسمين. ام زياد تفضلي، شو سؤالك؟ دكتور انا مريضه سكري، بستعمل الحب، بستعمل حب النوفيندوميت، باخذ حبه عيار 850 يوميا، وباخذ اليونيكرون والجليسيفاج، وقالوا لي انه لازم تاخذيهم قبل الاكل. انا بدي اتناولهم، بعض الاطباء قالوا لي لا بعد الاكل. أنا كيف بدي أقدر أتناولهم دكتور؟ وسؤال ثاني دكتور، شو الأجهزة اللي بتنصحنا نشتريها للاستعمال المنزلي؟ قالوا لنا الألماني منيح أو الإنجليزي. أوكي. شو اسم الجهاز اللي بتنصحنا إذا سمحت دكتور؟ أوكي، شكرا كثير لك الدكتور، أكيد رح يجاوبك عن استفسار كيفية استخدام الأدوية. أهلا وسهلا. كنا عم نقول ليا قبل على عم نجاوب العالية. سؤال قريب تقريبا، عم تذكر اسم تجاري دواء معين بيحوي بقلبه نوعين من الدواء، ميتفورمين ودواء ثاني هو فيلداجليبتين. بقى كثير مهم انه هذا يتاخذ مع الطعام او بعد الطعام مباشره. الحقيقه الادويه الثانيه ذكرتها ما سمعت اسمها التجاري لحتى الا، بس نحن في عندنا ادويه كثيره. يعني التركيبه تبعها دكتور، خلينا التركيبه تبعها اذا كانت عم تاخذ قالت هي نوفيل دوميت اسم من الاسماء التجاريه، بس في عندنا طبعا اسماء ثانيه كثير دواء منيح بتاخذ منتصف الطعام وبعد الطعام، بس في عندنا ادويه بقلبها سيتاجليبتين مع ميتفورمين، او سيتاجليبتين لحاله بيتاخذ قبل الطعام، ميتفورمين بعد الطعام، سلفاميدات قبل الطعام. هلا الاجهزه لفحص السكر عم تقول جهاز الالماني، انا بنصحها بالجهاز الالماني بس يكون اللي بيسحب سحب الدم مو اللي بيحطوا عليه حط. نحن ما بدنا نركز على الصناعه، وين نحن بدنا نركز على الجهاز اليدوي اللي هو شغله صح دكتور. اي جهاز؟ لا نحن الحقيقه الجهاز الجيد الموجود ببلدنا واستيراد نظامي وشرائحه ما وقفت من اول الازمه لهلا هو الالماني، ما عم نعمل لماركه معينه. نعم. صحيح. بس هو الوحيد اللي يشرح الشرائح تبعه ما وقفت. كان في اجهزه امريكيه عملوا حظر. يعني نحن مع انه هي شغله طبيه، شو العلاقه بالحرب وبال اجت وقفت الشرائح ما عاد اجت. اليابانية صارت أسعارها خيالية، بس الألمانية ظلت شرائح متوافرة وسعرها متناول لليد، بس بنحط عليها حط ما منيحة يعني بتسحب سحب الدم. يعني تحط الشريحة هي بتشفط شفط، هي الأفضل. بدون ما نذكر نحن اسمها التجاري، الشفط أحسن طبعا، الشفط أحسن. طيب دكتور خلينا نحكي عن سكر الشباب.
كمان خلينا نعطيهم يمكن بعض النصائح خلال شهر رمضان المبارك. نور، السكري الشبابي لازم حصرا ياخذوا الانسولينات اللي حنسميها المماثله الانالوج، ياخذوا انسولين مديد. رح نذكر تركيبتين اسمهم العلمي مو التجاري، الجلارجين او الديتامير، بيتاخذ مره واحده بال 24 ساعه وما له علاقه بالطعام، ما بيفطر. نعم. اذا بناخذ 12 دور بضل ناخذ 12، قادر لانه يصوم خلال هذا بيشتغل 24 ساعه. والانسولين سريع جدا قبل كل وجبه من الوجبات، قبل الافطار، قبل وجبه الساعه 12، قبل وجبه السحور، ومنقيس السكر قبل الطعام مباشره وبعد الطعام ساعتين. لازم ما ينزل السكر عن 90 ملي جرام قبل الطعام ولا يطلع عن 160 ملي جرام بعد الطعام ساعتين. طيب خلينا نقول عن سكر الشباب، في اعراض خلال النهار بشهر رمضان المبارك خلال الصيام ممكن ينصاب فيها؟ يعني اعراض نور السكري الشبابي مع قله احنا ما عندنا انسولين من الجسم، عم ناخذ كله مصدر خارجي. كثير مهم المراقبه، وفي اعراض هبوط وارتفاع كثيره. وياما عم نشوف بالشهر الفضيل، نحن اليوم ب 15 رمضان، عم نشوف كثير اعراض ناس صاموا سكري شبابي وعم ندخلهم على المستشفى على العنايه المشدده في حالات هبوط سكر، تغير مع الوعي، او ارتفاع سكر مع حمات خلوني، وكثير مشاكل كثير كبيره وهي خطره على الحياه. صحيح. دكتور خلينا بنهايه حديثنا نحكي او نعطي ارشادات لكل مرضى السكري اللي بدهم يصوموا ومصرين انه يصوموا، وخاصه الكبار في السن وقت يتعرضوا يمكن لحاله معينه خلال فتره الصيام. شو هي الاسعافات الاوليه؟ طبعا لازم فورا يفطروا. شو هي الاسعافات الاوليه يلي لازم يتبعوها بالبيت لبين ما يمكن يلجأوا لطبيب او يروحوا على مشفى؟ صار في هبوط سكر ليا وبعدنا وعيانين، مي وسكر اسهل شيء نعطيهم. نعم. هلا اذا صار في شويه تغير مع الوعي وكان الاهل موجودين بينما اجى الاسعاف، السرنج الكبير بنعبيه مي وسكر وبنقيم الابره وبنعمل حقنه شرجيه منه من السرنج. المي والسكر يمتصوا من الجزء من المستقيم وبيساعدونا انه يرفعوا السكر شوي حتى ما يغيب عن الوعي شخص اذا كان يعني في تغير ما قدران ما عم يستجيب معنا ونشربه نحن مي وسكر. هلا في نوع من الابر اللي هي عكس الانسولين موجوده بالصيدليه المركزيه اللي تابعه لنقابه الصيادله، بتساعدنا انه ترفع السكر، هي تكون موجوده بكل بيت. تمام؟ هي بترفع لنا السكر وبتساعدنا. هلا اذا في عندنا اعراض انه حماط خلوني لازم نشربه مي او مي وملح، بينما كمان اخذناه على غسازه ضغطه عم بيوطى، او نحط له سيروم اذا بنعرف نحط سيروم ملحي بالبيت اذا ما كان في ارتفاع بالضغط كمان. نعم. بينما اجى الاسعاف ونطلب الاسعاف دغري. نعم. يجي بسرعه. اكيد نتشكرك الدكتور زياد زودي على النصائح اللي قدمت لنا اياها اليوم، نتمنى الصيام مقبول لجميع مشاهدينا، وشكرا كثير لك. شكرا. نتمنى لنا الشفاء كمان. نتمنى لكل العالم هيك، ونتمنى لكل ما عم يشوفنا على متابعة الدكتور والاستشارة دائما. نعم اكيد. نحن بدنا نشكرك، يمكن من غلبك معنا بكل بعديد من الاستفسارات، ولكن شرف لي يكون معكم ليا ونور. خليك يا دكتور. بنحبها كثير.